وللمزيد من التفاصيل عن هذه الإصابات وعن الأجواء الآن على الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا معنا مباشرة زميلنا مصطفى عاصي من هناك. مساء الخير مصطفى، بداية يعني أين تقف تحديدا وكيف هي الأجواء لديك على الحدود اللبنانية السورية؟ شكرا منى، أنا أقف على مشارف بلدة العريضة في سوريا. خلفي تبدو هذه البلدة كانت منذ صباح مسرحا لمعارك حقيقية، لا ندري بين أي طرف وأي طرف. البعض يقول من أهالي البلدة الذين نزحوا إلى هنا أن المعارك تجري بين ما يسمون البلطجية التابعين السوريين وبين أهالي المدينة. عمليا تتم حالة نزوح كبيرة جدا، من هنا أستطيع أن أرى الدبابات السورية ونستطيع أن نسمع كذلك القذائف السورية وأصوات الرصاص. لتفاصيل أكثر حول هذا النهار معنا مسؤول الصليب الأحمر في منطقة شمال لبنان يوسف بطرس. أهلا وسهلا بك، منذ صباح أنتم تواكبون عمليات التي تجري هنا المعارك، كم هو عدد القتلى وعدد الجرحى؟ ومن صباح الامس يعني امبارح الساعه 9 نحن تلقينا الاتصال وكان عندنا تواجدنا من الصباح وده المستمر لساعات الاولى من الفجر. عدد القتلى؟ عدد يعني ما عندنا ما بين قتيل وجريح حوالي 15 اصابه، تم نقلهم امبارح واليوم ما بين قتيل وجريح. الجنسيات؟ سوري ولبناني. سوريا ولبنانيه. الى اي مستشفيات يتم نقلهم؟ شيء انتقل على كل مستشفيات عكار، من كان مستشفيات الابيات او مستشفيات حلبة، بالاضافه الى المستوصف اللي موجود بمنطقه والدي خالد. فريق الصليب الاحمر كبير جدا، هل تتوقعون تزايد للحالات؟ هلا تواجدنا نحن الكبير مش ضروري نكون عم نتوقع شيء، بس انما نحن دائما بيكون في عندنا جوزي استباقي لاي موضوع بده يصير، لانه اول شيء مراكز الاسعاف عندنا بعيده عن هذا المنطقه، دعمناها بست سيارات اسعاف بالاضافه لحوالي 20 مسعف موجودين، وفي عندنا المراكز بحال جوزي في حال اي طارئ بتتدخل فرع الاسعاف. بس طبعا هناك اصابه من الجيش اللبناني؟ اكيد كان في اصابه وتم نقلها ومعالجتها على الارض. منى، ولتفاصيل أكثر معي أيضا أحد النازحين من بلدة تل كلخ في سوريا، هو الآن معي. حدثنا لو سمحت عن الأوضاع الآن في تل كلخ، أنت على اتصال دائم تليفونيا. نعم، أنا اسمي جمال إسماعيل من منطقة تل كلخ من حي البرج. من الصباح أنا أجيت لهون وبعد ظهر انقطع الطريق وعم احكي مع اولادي وعيلتي هني. عندنا الحاره اباده كامله مبادي. القتلى عم يقولوا لي بالشوارع، يعني مجزره كبير. هناك حصار تام حصار والقتلى بالشوارع ليكون مشلوحين. للتوضيح منى، فان بلده تل كلخ تبعد من هنا حوالي 3 أو 4 كيلومترات، بمعنى ان في السياره يمكن خلال 5 دقائق فقط الوصول الى بلده تل كلخ. ولتفاصيل اكثر واكثر معي ايضا احد الناشطين في عمليات الاغاثه، حدثنا عن عمليات الاغاثه التي تتم، خصوصا ان الهيئه العليا للاغاثه التابعه للدوله اللبنانيه باشرت اليوم توزيع المساعدات. نعم، نحن العدد أصبح بالألاف، هذا عدد موثق للنازحين من منطقة تل كلخ وباب عمرو بسوريا بحمص أيضا. هذا رتب علينا كثير أعباء، في معاناة إنسانية بحتة، في معاناة طبية للأطفال، مع العلم معظم النازحين هم من الأطفال والنساء، نساء حوامل، أطفال مرضى، هذا كله بيتطلب. هل العمليات كيف هي عملية الإغاثة؟ عملية الإغاثة اليوم بلشت بتوجيه من رئيس الحكومة للهيئة للإغاثة، ولكن أكيد منها كافية، ومن هون عبر محطتنا القريبة ناشد كل أهل الضمير أنه يقدموا مساعدات لهالنازحين، لأنه فوق طاقتنا. طبعا نحن استقبلناهم ببيوتنا لأنه قلبنا وفيوتنا وبيدي خالد مفتوحة لأهلنا بتل كلخ. إشارة منى إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال سليم الصايغ تفقد بعد ظهر اليوم المنطقة، كذلك ربما لدينا متسع من الوقت كي نتحدث إلى نازح آخر من منطقة سوريا. بتعرفنا حضرتك من أي منطقة؟ أنا من مدينة تل كلخ، اسمي إبراهيم صلاح. أنا بشتغل بجبال، اجيت من الجبال لحتى اشوف وضع اهلي بسوريا شو هو. عمليات النزوح ما زالت مستمره؟ ما زالت قائمه عمليات النزوح، وفي بعض القتلى يعني ما في نحكي لك شو القتلى بالشوارع، يعني العالم كلها ميته بالارض ما في حدا عم بشيلها. تستطيع التحدث الى الاهل في الداخل؟ عم بحكي على الاهل بالداخل من تليفون لبناني. ما هي الاخبار؟ الاخبار سيئه كليا، نحن بنناشد هون خادم الحرمين. يعني ما لنا غيره نحن هون بالمنطقه.
تبع تركيا كمان. يعني نحن من يعني وضعنا سيء كليا، يعني العالم بالارض بعدها بالدبابات بالصواريخ عم يقصفونا. اوباما كمان مناش اوباما، نحن أمم من تحت يحسوا بالعالم شو عم بيصير. كل شوي معنا اتصال من احنا من مدينة الكلخ، ما فيش خطوط سورية هنيك، كلها خطوط لبنانية، والوضع سيء كليا. في قتلى كثير بالارض، يعني العالم حتى عم يذبحوا، المجازر عم يذبحوا العالم كل يعني. شكرا. منى، هذه هي الصورة بالإجمال. طبعا كنت قد أشرت في بداية الحديث أننا يمكن أن نسمع بوضوح أصوات القذائف. البعض يتحدث هنا من النازحين عن أن عمليات نسف كاملة للبيوت تتم. نعم. بمعنى أن يتم تفجير بيوت بكاملها. من حين إلى آخر وبشكل متقطع نستطيع أن نسمع أصوات القذائف وأصوات الرصاص. في مرحلة بعد الظهر التقينا ببعض العائلات النازحة سيرا على الأقدام بحالة مأساوية إنسانية فعلا صعبة جدا، حتى أنهم لم يستطيعوا التحدث إلينا. هناك حافلات نقل بانتظارهم على الجانب اللبناني، يتم نقلهم إلى أماكن كي يستريحوا ثم يتم تحويلهم إلى منازل أخرى. إضافة أيضا إلى أن الصليب الأحمر الدولي موجود هنا، لكنه لا يشارك في عمليات الإغاثة، فقط في عمليات توثيق ما يجري. ربما كانت الحالة بحاجة إلى منظمات إنسانية كي تقف مليا على ما يجري حاليا. الوضع أكثر ربما مما يصور عبر وسائل الإعلام. نعم منى. أنا بدي أتشكر جدا مشاركتك معنا زميلنا مصطفى عاصي. شكرا أيضا لضيوفك، كنت معنا مباشرة من الشمال في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا.